تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، ونقول صباح الصحة وصباح السعادة لكم جميعا. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وقبل لا نبدأ مستمعينا ومتابعينا، أحب أني أرحب بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وأيضا أرحب بالأخت آمنة العلي بتشاركنا إن شاء الله اليوم في تقديم فقرات البرامج. صبحكم الله بالخير جميعا، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. ومستمعينا، ومن خلال هذا البرنامج برنامج صحة وسعادة، نرحب بتواصلكم معنا، نرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم واستفساراتكم وأيضا اقتراحاتكم على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صباح الخير آمنة. صباح الخميس الونيس عبد الله. وانت جاهزة حق الإجازة؟ خلاص جاهزين. زين، مستمعينا بناخذ أو بنستعرض معاكم فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما وبداية الفقرة نذكركم دائما بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. طبعا دائما الحرص على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، ولبس الكمامة طبعا، وخاصة إذا كنتوا في أماكن مغلقة، ودائما ننصح بغسل اليدين وبشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. أما بخصوص فقرة الأخبار اليوم، عندنا خبر عن عضو غامض في مركز رأس الإنسان. ما هو هذا العضو؟ يمكن بتخبرنا عقب الأخت آمنة آل علي. وأيضا لدينا خبر ثاني، هل يمكن أن يكون الماء البارد مفتاح أو سبب الحماية من الخرف؟ وخبرنا الآخر، علاج حروق الجلد بجلد الأسماك. أيضا الخبر هاي بتخبرنا عنه أكثر الأخت آمنة. ودائما فقرة السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وعندنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي. اليوم مستمعينا بنتكلم عن أهم الخدمات في مستشفى راشد بدبي، خدمات الأشعة الداخلية التداخلية. وأيضا عندنا اليوم، ومثل ما عودناكم، مصطلحنا الطبي لهذا اليوم الأمراض القلبية الوعائية. ودائما عندنا فقرة خاصة بالتغذية أيضا، وفقرة العلاج الطبيعي تشوهات القدم لدى الأطفال، وآخر فقرة هي فقرة الصحة العامة ومكافحة الأمراض غير المعدية. وأيضا بنعرف اليوم الفرق بين الأمراض المعدية والأمراض الغير معدية. هاي كلها مستمعينا الأعزاء ومتابعينا فقرات برنامجنا هذا اليوم متنوعة، ودائما نطلب منكم التواصل معنا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وخلنا ناخذ أخبارنا لهذا اليوم مستمعينا ومتابعينا مع زميلتنا الأخت آمنة العلي. أهلا أخوي عبد الله، خبرنا اليوم يقول عن جلد الأسماك. الخبر يقول أنه يمكن يكون هناك مستقبلا احتمالية علاج جروح الحروق باستخدام جلد السمك، وهذا نوع من أنواع الأسماك موجود في المياه العذبة اسمه البلطي. ويقول الخبر أنه تم استخدام جلد سمك البلطي في علاج جروح بعض الحيوانات، منها أشبال الغزلان وآكل النمل العملاق وثعبان الأناكوندا. ويقول فيل بيروشا الباحث في جامعة سيارا الفيدرالية التي تطور فيها هذه التقنية، يحتوي جلد البلطي على طبقة كبيرة جدا من الكولاجين الذي يؤدي دورا مهما في عملية الشفاء من الحروق.
ويبدأ ذلك بتجفيف جلد السمك وتعقيمه ثم استخدامه كضمادة بيولوجية للحروق، وثبت الشفاء من الحروق بهذه الطريقة. وهني طبعا عندنا سؤال لعزائنا المستمعين، أنه يمكن مستقبلا يكون هناك احتمالية علاج الحروق بجلد هذا النوع من أنواع الأسماك. جميل جميل. اختيامنا ومن حروق أو موضوع حروق الجلد بجلد الأسماك إلى خبرنا الثاني، هل يمكن أن يكون الماء البارد مفتاح أو سبب للحماية من الخرف؟ اختيامنا، نحن نعرف أن هناك الكثير من الأمراض ممكن أنها يعني تتعالج بواسطة نمط حياة صحية، ودائما نحن مستمعينا نقصد بالأنماط الحياة الصحية اللي يعني الإنسان يعني يمارس نمط حياة صحي من ناحية الغذاء الصحي والمتوازن، وأيضا الرياضة يعني بشكل مستمر، عدم السهر، هاي كلها تسمى أنماط حياة صحية. طبعا الخرف من الأمور اللي ممكن أن يتم علاجه بواسطة يعني سلوكيات أو نمط حياة صحية، ولكن الخبر يقول بأن أيضا الماء البارد ممكن أن يحمي الإنسان من الخرف إذا كان في بداياته. طبعا الغمر في الماء البارد له فوائد كثيرة للوقاية من تدهور حالة الدماغ. أثبتت هاي الدراسة بأن هناك بحث جديد أجراه علماء من جامعة كامبريدج اكتشف طريقة جديدة للتخفيف من المخاطر، حيث وجد أن الغمر في الماء البارد يمكن أن يساعد في تعزيز دفاعات الدماغ ضد الخرف والأمراض الأخرى. وأيضا ظهر هذا الاكتشاف بعد أن وجد العلماء مستويات مرتفعة من بروتين الصدمة الباردة في مجرى الدم للسباحين بشكل عام. هاي أخبارنا مستمعينا الأعزاء لهذا اليوم، وخلنا ناخذ اختيامنا فقرة السوشيال ميديا. اهلا، معنا اليوم زميلتنا اسماء الجناحي. اسماء الجناحي صباح الخير. صباح الله بالنور والسرور في امنا وفي عبد الله وكل المستمعين اذاعه نور الدين. صباح النور والسرور اختي اسماء، واليوم طبعا اخر يوم يعني في الاسبوع، ونحتاج شيء يعني رساله طاقه ايجابيه منك اسماء. هو الخميس روحه طاقه ايجابيه، خميس ونيس. صحيح. لكن اليوم موجودين في تغطية خاصة لمؤتمر دبي الدولي للتغذية، وهو مؤتمر دولي، يمكن تسمعون شوية الصوت المكان مو بهادي شوي. صحيح. وهذا نحن أنا موجودين في مقر المؤتمر، وشعارهم هذا العام مناعتك هي كنزك. صحيح. في مجموعة من الشركات أيضا موجودة في معرض مصاحب، حاليا أنا موجودة في المعرض المصاحب المؤتمر، ومجموعة من الجلسات مستمرة اليوم إن شاء الله وأيضا باكر. ففي وايد فعاليات، وأيضا يعني لما تشوف المكان الإجراءات والنصائح موجودة في كل مكان، نوس منتين تو ميتر ديستنس، والمعلومات هاي كلها والإنستغرام موجودة، والحمد لله يعني الكل حسب اللي تشوفه ملتزم بالإجراءات الوقائية. هذا هو، المتحدثين موجودين من المنطقة وأيضا من دول العالم جايين أن في هذا المؤتمر. سعيدين أختي أسمى بعودتنا للفعاليات وعودة هيئة الصحة بدبي لمثل هذه يعني الفعاليات الجميلة. طبعا التغذية من الأشياء جدا مهمة حاليا، ومثل ما قلتي الموضوع عن المناعة، فالصراحة حبينا الموضوع ونتمنى تحدثينا أكثر لو عندك معلومات أختي أسمى عن المؤتمر. المؤتمر بيتكلم، بيكون في مختصين. نعم. بيكون على مدار أكثر من يوم، كل جلسة لها عنوانها يتكلم. خلينا نشوف عندهم القائمة بالمواضيع اللي موجودة، في يتكلمون عن مثلا حتى على المنتجات اللي الواحد يشربها مثلا الحليب، منتجات الحليب، في جلسة خاصة عن مستقبل هذا الشيء، التغذية وكوفيد، في بعض الجلسات مركزة على موضوع التغذية وفيروس كورونا المستجد، أيضا الأطفال موجودين من ضمن المواضيع اللي قاعد تطرح في المؤتمر. في المؤتمر أيضا التغذية والصحة النفسية والأطفال والمراهقين، لأن يعني يمكن الناس هالمعلومة ما يعرفون، لكن حتى الصحة النفسية نقص الفيتامينات يأثر على الحالة النفسية، أو نقص بعض الأشياء في الجسم أو الهرمونات تأثر على الصحة النفسية، فهالأشياء كلها
الغذاء معزز لكل الأشياء. نعم. وبيت مثل ما يقولون بيت الداء والدواء هي التغذية والمعدة. نعم أختي أسمى. من الأشياء اللي موجودة هني في المؤتمر. أيضا نحن بس بعد نذكر بأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، من ضمنها كنا مركزين يوم أمس عن الصحة النفسية للأشخاص اللي موجودين في أماكن العزل أو الحجر الصحي، ففي فيديو للي يعني حابين كيف يعززون هذا الشيء أو كيف أنهم يحافظون على الصحة النفسية، لأن في بعضهم يكونوا مثلا متوترين، غيرهم قاعدين في غرفة ما حد معاهم، فشوي في ناس يعني هالأشياء تضايقهم، فكيف أنهم ممكن أن ما يخلون هذه الأشياء تأثر نفسيا عليهم. كان في عندنا مجموعة من النصائح اللي قدمها الدكتورة يعني سامية. بيحصلون مستمعين إن شاء الله هاي النصائح أسمى في على مواقع التواصل الاجتماعي عندنا التابعة لهيئة الصحة في دبي، صحيح؟ موجودة في كل من إنستغرام تويتر فيسبوك الأكاونت @DHA_Dubai بيحصلون هاي المعلومات الموجودة فيها، وممكن حتى يطبقونها، وهي نصيحة مباشرة من أطباء علم النفس الموجودين عندنا في مستشفى راشد. شاكرين لك تواجدك أختي أسمى، شكرا شكرا على هالمعلومات. وانتهى وقت فقرة السوشيال ميديا اليوم، إن شاء الله بيحصلون مستمعينا جميع المعلومات يتكلمين عنها على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الصحة في دبي. شكرا لك زميلتي أسمى. اختي آمنة، الحقيقة يعني حبيت عنوان مؤتمر التغذية بهيئة الصحة بدبي، المناعة هي كنز الإنسان. ونحن طبعا كثير من الفقرات وكثير من المواضيع اللي تكلمنا عنها عن أهمية رفع المناعة أو مناعة الإنسان. فبعد فقرة السوشيال ميديا مستمعينا الأعزاء بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، خدمات الأشعة التداخلية. خلكم معنا مستمعينا الأعزاء فاصل وراجعين، ودائما نقول خلكم مع صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا، ويا مرحبا بكل من انضم إلينا في برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ودائما من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل أيضا النصية القصيرة SMS 4006. وقبل أن أخذ فقرة هيئة الصحة بدبي أو خدمات هيئة الصحة بدبي، نذكركم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء بأن هيئة الصحة بدبي توفر خدمات فحص فيروس كورونا في المراكز التسوق في إمارة دبي، في مول الإمارات ومردف سيتي سنتر وأيضا سيتي سنتر ديرة. وبإمكانكم التواصل بالرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800342 لمزيد من الاستفسارات وأخذ المواعيد. أما الآن وفقرة خدمات الهيئة وخدمات الأشعة التداخلية مع الأخت آمنة العلي. طبعا أخوي عبد الله، قسم الأشعة التداخلية في مستشفى راشد تأسس سنة 2010 ليكون هو أول مركز لقسطرة الشرايين الفرعية والشريان الأبهر، وأول مركز لعلاج الجلطات الدماغية عن طريق القسطرة على مستوى الدولة. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم والقسم يشهد تطور متسارع أكسبه مكانة متقدمة محليا وإقليميا وعالميا. وقد شهد هذا القسم أخوي يعني تطورات وأشياء صحيح. جديدة، واليوم بتحدثنا عنها الدكتورة العنود محمد البستكي رئيس القسم في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتورة العنود. صباح النور بديتك، أهلا فيك في برنامج صحة وسعادة. أهلين، هلا هلا أختي. دكتورة العنود، حبينا اليوم نعرف منك نبذة سريعة عن قسم الأشعة التداخلية وعلاقته بالأقسام الأخرى في مستشفى راشد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم على استضافتي، وإن شاء الله أكون إن شاء الله في أقدر أفيدكم يعني وفر لكم معلومات إن شاء الله عن القسم والخدمات اللي إحنا نوفرها. طبعا
أول شيء أبغي أشكر معالي حميد القطامي على دعمه وحرصه على توفير الخدمات أحدث الخدمات الطبية، وأيضا أود أن أعرب تقديرنا للداعمين لمشروع توسعة وتطوير قسم الأشعة الداخلية وهم مصرف الإمارات الإسلامي، مجموعة ديتكو، ورجل الأعمال راشد بن ديماس. قبل ما يعني ندخل في على قولتهم في الأشياء اللي في التفاصيل الكبيرة، بعطيكم نبذة سريعة عن القسم. تم تدشين قسم الأشعة التداخلية في مستشفى راشد بعد أعمال التوسعة والتطوير اللي جرت حديثا في الرابع من أكتوبر الجاري، حيث تم تطوير القسم ليستمر في تقديم خدماته كونه أول مركز لقسطرة الشرايين الفرعية والشريان الأبهر، وأول مركز لعلاج الجلطات الدماغية عن طريق القسطرة على مستوى الدولة. طبعا هذا شيء نفتخر فيه الحمد لله. ويعتبر قسم الأشعة التداخلية قسم داعم ومعزز لإمكانيات مركز الحوادث والإصابات ومختلف التخصصات في المستشفى. نعم دكتورة عنود. دكتورة ممكن تقولي لنا عن نوعية الخدمات اللي يقدمها هذا يعني هذا القسم في مستشفى راشد؟ طبعا هو مثل ما قلت هو قسم داعم لتخصصات مختلفة. يعني باختصار ممكن أقول لكم عن الخدمات اللي احنا نوفرها، مثل تصوير الأوعية الدموية للبحث عن تشوهات، قسطرة البالون أو الدعامات، يمكن سامعين عنها، اللي هي عملية لفتح الأوعية الدموية الضيقة أو المسدودة، إصلاح تمدد الأوعية الدموية، علاج بعض الأمراض العصبية مثل الجلطات الدماغية والسكتة القلبية وتضييق الشريان السباتي، وأيضا حتى يعني خدمات كثيرة يمكن أنا ما أقدر حتى أتعمق فيها، بس هاي الأشياء الأساسية والهامة اللي حبيت أبرزها يعني في من ناحية خدماتنا. نعم دكتورة العنود، طبعا في البداية ذكرتي وأن يعني شيء نحن الحقيقة نفتخر في تطوير يعني الخدمات الأشعة التداخلية في مستشفى راشد ويعني في هيئة الصحة بشكل عام، وأيضا يعني نحن فخورين الحقيقة بأن يعني من المراكز الرائدة أو الأقسام الرائدة قسم الأشعة التداخلية. دكتورة لو تحدثينا عن الأجهزة، يعني مثلا تم، أنت تفضلتي بأن تم يعني إدخال بعض التطورات في الأجهزة الحديثة وأجهزة حديثة أيضا في هذا القسم، كيف يعني الأجهزة هاي طورت الخدمات الموجودة في قسم الأشعة؟ في مشروع التوسعة الحديثة تم تزويد القسم، قسم الأشعة التداخلية، بأحدث التقنيات والحلول الذكية. طبعا هذا لتمكينه ومساعدة القائمين عليه من الطاقم الطبي نفسهم من تقديم مستويات أفضل لعلاج المرضى، حيث تم تزويدنا مؤخرا بجهاز القسطرة ثنائي المحور. عندنا كان أحادي المحور، فانضاف له جهاز ثاني ثنائي المحور، ويعتبر هذا الجهاز الثنائي المحور الأحدث عالميا والأسرع والأعلى دقة، حيث أنه يعني مزاياه أنه يساعد على التقليل من الوقت المستهلك في القسطرة، ويقلل من استخدام جرعة أو من جرعة المادة الملونة اللي تنعطى للمريض بغرض التصوير في عمليات القسطرة. صحيح. طبعا دكتورة أكيد يعني موضوع تطوير الخدمات بشكل مستمر وأيضا يعني إيجاد حلول ذكية وأجهزة ذكية ضروري جدا، وبالأخص دكتورة العنود لهذا القسم كون أنه يعني أيضا القسم هذا في مستشفى راشد وبالقرب أيضا من مركز الإصابات والحوادث، وأنا متأكد أن هناك يعني حالات مختلفة تصل إلى مركز الإصابات والحوادث، وطبعا يحتاج هذا المركز أن يكون في مستشفى راشد وجود هذا القسم بهاي يعني التطور بهذه الأجهزة الحديثة أيضا. أكيد أكيد. يعني إحنا خلينا نقول من أسسنا القسم بدينا في 2010 لما كنا في مبنى مستشفى راشد الأساسي. نعم. وطبعا انتقلنا حاليا عن الافتتاح اللي كان في الرابع من أكتوبر لقسم الإصابات والحوادث. من يوم ما افتتحنا القسم في 2010 وإحنا كفريق عمل
أنقذنا الحمد لله. طبعا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ودعم من الحكومة بتوفير أحدث التقنيات والخدمات الطبية لكافة الناس، يعني الحمد لله أنقذنا إحنا الكثير من المرضى، يعني وصلنا لخدمات ناس وعالجنا للحين. بقول لك يمكن إحنا بدينا في 2010 50 حالة في السنة، اليوم أنا أتكلم من أول من يناير 2020 حتى وقتنا الحالي يومنا الحالي 660 مريض بس في العام الجاري لما خدمته وعلاجه، ومنها من هال 660 مريض 27 عملية جراحية لحالات خطيرة منها، وعمليات جراحية لحالات تمزق الشريان الأبهر. نعم. والحمد لله يعني تقريبا من هالثلاث حالات حتى في منهم طفل عمره 14 سنة تمت إنقاذ حياته. نعم. نعم دكتورة العنود، يعني مثل ما سمعنا من كلامك أن هناك عمليات كبرى ودقيقة أجراها القسم بنجاح ولله الحمد، صحيح؟ نعم الحمد لله الحمد لله. صراحة الدكتورة العنود نحن فخورين بتواجد الكوادر المواطنة والكوادر الطبية مثلكم، وفخورين أيضا بقسم الأشعة التداخلية وإمكانياته وخدماته اللي يقدمها في مستشفى راشد. شاكرين لك تواجدك اليوم معنا، وشاكرين لك هذه المعلومات لا. القيمة، ونتمنى نستضيفكم مرة ثانية إن شاء الله في برنامج صحة وسعادة. شكرا لك دكتورة. إن شاء الله بإذن الله. شكرا وإن شاء الله أكون أعطيتكم معلومات مفيدة، وحب أشكر طبعا أول شيء أشكركم على الاستضافة مرة ثانية، وأشكر طبعا الطاقم الطبي اللي أنا أشتغل معه، يعني احنا نشتغل كفريق، ما حد يقدر في هذا القسم يشتغل بروحه ولا حد له الفضل كفرد، احنا فريق الحمد لله. وممكن خلينا نقول انا اقول عن فريقي اسرة، الحمد لله معاملتنا طيبة وفي تعاون، وهذا يساعدنا على تقديم أفضل الخدمات الحمد لله للمرضى. دكتورة العنود نحن الحقيقة يعني حسينا هذا الروح الجميل اللي عندك، روح الفريق الواحد وروح الإبداع، فالحقيقة يعني نحن فخورين في هذا الشيء، وأنا متأكد أن عندكم فريق طبي مبدع. ألف مبروك 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 لك دكتورة. شكرا جزيلا. الله يبارك. شكرا اختيامنا. خلنا ناخذ عيال قبل ناخذ الفاصل، نسمع منك مصطلحنا الطبي لهذا اليوم، الأمراض القلبية والوعائية. نعم اليوم مصطلحنا اللي هو أمراض تسببها اضطرابات القلب والأوعية الدموية، وتشمل أمراض القلب التاجية والأمراض الدماغية الوعائية وارتفاع ضغط الدم وأمراض الشرايين المحيطة وأمراض القلب الروماتيزمي وأمراض القلب الخلقية وفشل القلب. والأسباب الرئيسية للإصابة بالأمراض القلبية الوعائية هي تعاطي التبغ وعدم ممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي غير صحي. نعم بناخذ فاصل مستمعينا الأعزاء، وبعد الفاصل عندنا فقرة العلاج الطبيعي لهذا اليوم وتحت عنوان تشوهات القدم لدى الأطفال. خلكم يانا مستمعينا الأعزاء وراجعين، ودائما نقول خلكم مع صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب باتصالاتكم، ونرحب أيضا مستمعين الأعزاء بملاحظاتكم واقتراحاتكم على الأرقام 6005514114، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفقرتنا الثانية فقرة العلاج الطبيعي وتشوهات القدم لدى الأطفال، ومع آمنة العلي. طبعا أخوي عبد الله احنا نذكر مستمعينا ان فقرة العلاج الطبيعي هاي فقرة عنا ثابتة كل خميس. صحيح. للناس اللي حابين يسمعون اكثر ويثقفون اكثر في موضوع العلاج الطبيعي، ومعانا اليوم مشكلة مهمة جدا واللي هي تشوهات القدم لدى الأطفال، وهي من المشكلات المزعجة واللي تقلق الأسر الصراحة. صحيح. ولهذا اليوم حبينا نتحدث عن هذه المشكلة وهي تشوهات القدم لدى الأطفال، ومعانا اليوم أخصائي العلاج الطبيعي في مستشفى دبي في هيئة الصحة في دبي الأستاذة هدى الأميري. صباح الخير أستاذة هدى.
صباح النور والسرور. أهلا فيك برنامج صحة وسعادة، واليوم حبينا نتحدث شو يعني تشوهات القدم لدى الأطفال. أول شيء أهلا وسهلا فيكم، وأتمنى الجميع يكونون الصحة والسلامة. حبيت أسلط الضوء على حالات تشوه القدم الأكثر شيوعا لدى الأطفال من منظور العلاج الطبيعي. فحبيت أتكلم عن القدم المسطحة وانحراف القدم للداخل وانحراف القدم للخارج. عفوا أستاذة هدى، إذا حاطة السماعة ممكن تكلمينا دايركت من التلفون لأن الصوت شوي مو واضح. واضح؟ ألا تفضلي أستاذة هدى. الحين الصوت واضح؟ نعم أفضل. أوكي، حبيت اليوم أسلط الضوء على حالات تشوه القدم الأكثر شيوعا لدى الأطفال من منظور العلاج الطبيعي. فبتكلم عن القدم المسطحة وانحراف القدم للداخل وانحراف القدم للخارج. نعم. فبتكلم أول شيء عن القدم المسطحة اللي هو المعروف الفلات فوت. يكون قوس القدم مسطح بحيث أنه يأثر على مشية معظم الأطفال. عند الرضع والأطفال الصغار يكون أمر طبيعي القدم المسطحة، لأن القوس عندهم بعد ما يكون متطور، لكن تقريبا لعمر 6-7 سنين يبدأ يتطور عندهم هذا القوس. في بعض الحالات القوس ما يتطور عندهم، فيعانونها الأطفال من مشاكل مثل التعب بسرعة، الشعور بالألم في الأقدام، ألم يزداد مع الحركة، ألم في القدم، صعوبة الوقوف على أصابع القدم، وآلام الظهر والساق. ويهني طبعا دور العلاج الطبيعي لحل هاي المشكلة عن طريق تمارين استطالة العضلات وتقوية العضلات. نعم. بالإضافة إلى دعامات القوس ممكن تنحط في الجوتي، أو أنه يكون يفصل لجوتي مخصص حقه لهذه الحالة. أستاذة هدى، عادة الأطفال يولدون بهذا النوع من التشوهات، وشو تقصدين بتقوس؟ تقصدين تقوس القدم أم الساق بالضبط، يعني عشان يكون واضح للمستمع؟ أوكي، أنا اليوم ما بتكلم عن تقوس القدم. نعم. القدم يعني يكون أكثر للقدم مو للساق. فمثلا عندك الفلات فوت مثل ما قلت لك، القدم المسطحة ممكن نحن نحد يعني أن الطفل ينولد، معظم الأطفال تكون ريولهم مسطحة لين تقريبا عمر 2 سنين، نبدأ بعدين نشوف القوس هذا يبدأ يتكون عندهم. فممكن نقول من 6-7 سنين إذا هذا الطفل يعتبر فلات فوت أو لا. والعلاج الطبيعي يساعد أن نحن ممكن نخفف من شدة التسطح القدم، وأنه ممكن نساعد نخفف الآثار الجانبية اللي ممكن تطير لبعدين، مثل ما قلت لك التعب، وأنه ما يقدرون يمشون بسرعة، ألم ممكن تأدي في الركب، في الظهر. نعم أستاذة هدى، يمكن أن للأم أن تكتشف هاي الحالة بصورة مبكرة، ولا الحالة تطلع في هذا العمر اللي قلتي عنه من 6-7 سنوات؟ هذا بالنسبة للفلات فوت، يعني ممكن نحن قلت لك ننتبه له يوم يكون الياهل عمر 2 سنين، ممكن نلاحظ هالشيء. نعم. بس ما نقدر نقول عنه أنه فلات فوت لين تقريبا عمر 6-7 سنين. نعم. بس بالنسبة لانحراف القدم للداخل وللخارج ممكن يكون واضح عن طريق يعني يتون عن طريق الموجات الصوتية قبل الولادة، أو يتم تشخيص الطفل عند الولادة، فيكون واضح عنده إذا كان عنده انحراف للداخل أو انحراف للخارج. نعم. وأستاذة، هل هناك علاجات يعني أو علاج لمثل هذه الأنواع من التشوهات؟ طبعا هناك العلاج الطبيعي طبعا له دور كبير في علاج هاي المشكلات، وطبعا هو يعتمد على نوع التقوس الانحراف القدم الموجود عند الطفل، إذا كانت يعني بسيط ولا وسط ولا شديد. يعني عندنا هذا الأنواع كذا نوع من أنواع التشوهات مثل ما قلتي، بسيط ووسط وشديد. نعم، يعني هناك أيضا أنواع من هذه التشوهات مش نوع واحد. هي تختلف درجة ميلان القدم. نعم. فيكون في ميلان بسيط، ميلان متوسط، ميلان شديد. وعلاجها جميعا باستخدام العلاج الطبيعي. طبعا العلاج الطبيعي بالإضافة إلى الأحذية اللي ممكن تفصل، أو الأحذية الجاهزة عندنا مثل حذاء البونسيتي شوز، يستخدم في حالات انحراف القدم
للداخل. نعم أستاذة هدى، يعني هذه العلاجات علاجات فعالة، يعني ممكن أن الطفل إذا استخدم هذا الحذاء أو إذا استمر على العلاج الطبيعي تصبح قدمه طبيعية مثل أي طفل آخر؟ ممكن، يعني مع التدخل المبكر السريع ممكن نحن نزيد نسبة نجاح الخطة العلاجية. نعم نعم أستاذة هدى، شاكرين لك تواجدك اليوم معنا، أخصائي العلاج الطبيعي في مستشفى دبي الأستاذة هدى الأميري، شكرا لتواجدك. العفو، بس في نهاية هذا الحوار حبيت أذكر الأهل على دورهم المهم في نجاح خطة العلاج الطبيعي للطفل، هي مهمة ليست سهلة وتحتاج إلى صبر واستمرارية. نعم شكرا لك، نتمنى من جميع الأهالي اللي يسمعونا اليوم أنهم يأخذون بنصيحتك هاي، بمعنى أن الإنسان لازم دايما يكون صبور ولازم دايما يتبع جميع التوجيهات اللي تي من الأطباء المختصين. شكرا لك أستاذة هدى. شكرا. وأيضا شكرا لك الأخت آمنة العلي من فقرتنا اللي هي كانت عن التشوهات أو تشوهات القدم لدى الأطفال، إلى فقرتنا الثانية شو أختي آمنة؟ مكافحة الأمراض الغير معدية وفقرة الصحة العامة. طبعا دايما مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، هيئة الصحة بدبي تحرص على يعني جهودها المتواصلة للحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع، وهي طبعا رسالة هيئة الصحة بدبي، هو يعني مجتمع صحي وسعيد ودائما المحافظة على سلامة وحياة أفراد المجتمع. طبعا تحرص هيئة الصحة بدبي على تنفيذ العديد من البرامج الوقائية اللي تستهدف منها طبعا وقاية الناس وحمايتهم من كثير من الأمراض المعدية والأمراض غير المعدية. مستمعينا يعني أهمية هذا الموضوع مكافحة الأمراض غير المعدية، اليوم يشرفنا يكون معنا عبر الهاتف الدكتور كاظم العبادي، أخصائي أول الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتور كاظم. صباح الخير سيدي، أهلا وسهلا بك وأخو المستمعين. الله يحييك دكتور، نحن سعيدين أنك تكون معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة، ونحن دائما دكتور نسمع بهذا المصطلح الأمراض المعدية ويعني نسمع بالأمراض الغير معدية، لو من فضلك دكتور بس تعطينا توضيح بسيط الفرق بين الاثنين. نعم، الأمراض المعدية مثل الآن العالم كله يشكو منها، اللي هي تنتقل، عبارة عن يعني تنتقل من شخص لشخص أو من خلال أماكن مختلفة، يعني هناك في وسيلة انتقال مرض. لكن الأمراض الغير المعدية هي ما تنتقل من شخص لشخص، بس هي نتيجة ممارسات غير صحية للأفراد أو نتيجة عوامل جينية. طبعا اللي ما يعني أي مرض اللي هو مثلا مرتبط بفيروس أو بكتيريا ممكن يكون هو يعني أمراض معدية، لكن أمراض الغير معدية اللي هي أمراض القلب والرئة والسرطان وإلى يعني 4-5 أمراض والسكري إلى آخره. نعم، موضوعنا اليوم دكتور عن الأمراض الغير معدية مثل ما تفضلت، فهل هناك سبل من جانبكم أنتوا من الوقاية، جانب عفوا الصحة العامة، هل هناك طرق للوقاية من هذه الأمراض الغير معدية؟ نعم ستي، بالنسبة للأمراض غير معدية دور الصحة العامة كبير في الوقاية من هذه الأمراض. الدور يعني أقدر أتكلم لك عليه ببساطة، هناك مراحل أو أجند أو مبادرات كثيرة تستهدف هذه الأمراض في الصحة العامة، نستهدفها من خلال ثلاث جوانب. الأول اللي هو المعلومات أو الديتا أو البحوث إلى آخره، يعني حتى تعرفين من هم النسبة الأعلى المرضى، وين يسكنون، نوعيتهم، أعمارهم إلى آخره، حتى يتم استهدافهم. الأمر الثاني بالصحة العامة اللي هو الحملات التوعوية، احنا بعد ما سوينا البحوث وعرفنا المعلومات وعرفنا مثلا التغييرات يعني تحسن او اقل، يتم استهداف الفئات الاكثر تعرضا للامراض المعدية من خلال حملات التوعية. بالاضافة الى ذلك الجانب الثالث او الشق الثالث اللي هو الوقاية، وحتى الوقاية احنا يعني عندنا ثلاث مجالات نستهدفهم. المجال الاول هو
اللي قبل ما يصاب الإنسان اللي هو بالمرض غير المعدي، يعني نستهدف مثلا عوامل الخطر أو عوامل اللي هي ريسك فاكتور، مثل التدخين، مثل السمنة، مثل عدم ممارسة الرياضة إلى آخره. الإنسان يكون بعد ما صاب المرض نحاول نمنعه حتى لا يصاب مرض معدي مستقبلا من خلال برامج كثيرة. المرحلة الثانية الناس اللي أصابوا بالمرض، فإحنا لازم نعرف نحافظ عليهم ونحسن حياتهم. المرحلة الثالثة الناس اللي صار عندهم يعني مشاكل معوقات، مثلا أبو السكري ممكن يكون عنده مضاعفات في العين أو بالرجل أو آخره. فهذه الجوانب الثلاثة اللي هي مرتبطة بالوقاية. نعم دكتور صحيح. تفضل. ايضا دكتور انت تفضلت بان يعني البرامج التوعويه مهمه جدا، يعني يعني معرفه هاي الامراض وايضا للوقايه من هاي الامراض. لو تحدثنا دكتور يعني انواع البرامج التوعويه اللي تسوونها انتم بشكل مستمر، وطبعا دائما مثل ما تعرف دكتور كاظم بان هيئه الصحه بدبي تحرص على هذا النوع من البرامج التوعويه والتثقيفيه على اساس انه يزيد يعني نسبه الوعي لدى افراد المجتمع، لأن مثل ما تفضلت أن هناك كثير من الأمراض إذا يعني الشخص تثقف وعنده ثقافة كافية ممكن أنه هو يحافظ على نفسه، وأيضا ما تكون هناك أعراض مستقبلا أنه ممكن تأثر على صحة العامة. نعم، يعني تقوم الهيئة يعني مبادرات كثيرة واسعة من خلال التوعية، يعني في مسجات كثيرة توصل للمريض، توصل للأهل، توصل للمدارس، توصل للمصانع، توصل للعمل. طبعا في طرق كثيرة، منها حملات مثلا تنظم مثلا سنوية في المدارس أو المولات أو الجامعات تستهدف الناس المعينين، منها مسجات توصل عن طريق الواتساب أو طريق الفيسبوك أو التويتر إلى آخره. كذلك مثلا نشرات مثلا في الصحافة أو كتيبات أو يعني إعلانات مختلفة، يعني في برامج كثيرة للتوعية. كل مرض وكل فئة وكل يعني مشكلة معينة لها الطرق الخاصة اللي نحاول أن نصل بها بأفضل طريقة وأوسع طريقة للمستهدفين، اللي الناس اللي ممكن يكونوا بعدهم لم يصيبوا بالمرض أو المصابين بالمرض، حتى يكون حياتهم أفضل ويكونون مرتاحين. وهذا في مبادرات كثيرة يعني صحيح. الحمد لله والأمور بخير وإن شاء الله يعني الأمور ممتازة. طبعا دكتور ما ننكر جهودكم في الصحة العامة، في التوعية وفي توعية جميع أفراد المجتمع. وطبعا دكتور اليوم في موضوعنا الأمراض الغير معدية، نعرف أن في أمراض عادة تكون وراثية، نبغاك دكتور اليوم تعدد لنا بعض الأمراض اللي هي في الأصل غير معدية ووراثية، وتقول لنا كيف ممكن نتعامل معها في حالة الإصابة لا سمح الله. نعم، هو الأبرز مرض هو السكري، اللي في السكري نوعين، النوع الوراثي طبعا التعامل معه يعني يتم من خلال الفحوصات الكثيرة، من خلال يعني أخذ السيرة الذاتية لأولياء أو أقرباء المريض، وأي مريض مثلا عده مثلا هذا المرض مستقبلا يتم متابعته بشكل مختلف عن البقية اللي ما عندهم سيرة بالعائلة. طبعا يتم أما فحوصات أو السيرة الذاتية، هاي تخدمنا كثير حتى نراقب الناس في لتشخيصهم بشكل مبكر. إضافة لذلك في برامج اللي هو السكرينينج، اللي الفحص المبكر، يعني في يعني الناس في المراكز الصحية أو المختلفة تكون يعني تستهدف يعني الناس اللي مثلا عندهم family history أو اللي عندهم مثلا يعني ناس أقرباء لهم مصابين مثلا مرض سكري أو غيره، يتم يعني توعيتهم، يتم دعوتهم للفحوصات المبكرة بشكل سنوي أو بشكل مستمر حتى يستهدفون. بالإضافة لذلك إحنا البحوث تساعد أيضا، يعني البحوث تساعد مثلا نكتشف من هم يعني الناس الأكثر تعرضا لهذه الأمراض من الآخرين بشكل مبكر، حتى يتم استهدافهم ودعوتهم للفحوصات أو الاختبارات المختلفة. صحيح دكتور، أنت تطرقت إلى نقاط كثير مهمة الحقيقة، وبالأخص في موضوع
يعني داء السكري وكيف أن يعني الـ 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 الوقاية أو البرامج التوعوية اللي تقومون بها لي يعني يقلل من يعني إصابة الناس اللي مصابين بداء السكري من المضاعفات. طبعا اليوم يعني إذا تكلمنا نحن دكتور على سبيل المثال مثل ما تفضلت أن مرض السكري له علاج وعلاجه اللي هو يعني قد يكون دوائي وقد يكون غذائي وقد يكون أيضا نمط الحياة. فأنا دائما دكتور مثل ما أنت ما تفضلت بأن برامج التوعوية يعني مهمة جدا والتثقيف مهم لكل الأمراض وبالأخص مثل ما تفضل دكتور أن السكري لأن إذا ما تم المحافظة على يعني مستويات السكر الطبيعية بيبدأ الإنسان عنده مضاعفات ثانية ممكن تأثر على يعني حياته بشكل أكثر. دكتور كاظم لو تحدثنا يعني عندنا بعد شوية من الوقت عن مثل ما ذكرت أنت أن هيئة الصحة بدبي عندها جهود الحقيقة مستمرة وكثيرة في يعني حماية المجتمع من الأمراض الغير معدية. نعم يعني احنا عندنا اول شيء برامج، بعدين عندنا وحدات تعتني بهذا المجال، بعدين يعني هذه الامراض مستهدفه بشكل كبير. يعني مثل انا بدي اتكلم لك على شغله يعني مهمه جدا، يعني هيئه الصحه انجزت شيء يعني مفرح ويعني شيء عمل كبير اللي هو سلامه ونابض، وهي عباره عن ملف المرضى الالكتروني. صحيح. يعني هذا نعم هذا راح يغير يعني راح يحسن كثير من جوانب الأمراض الغير معدية، لأنه المعلومات راح تكون موجودة متوفرة بأي وقت، راح تعرف منهم الناس المرضى، راح تعرف منهم الناس اللي ممكن يتمرضون، راح تعرف الناس من يجي الفحوصات، راح تعرف الناس اللي منهم ممكن استهدافهم حتى لتحسين واقعهم الصحي إلى آخره. صحيح. الحمد لله برنامج سلام الآن يعني بالشغل بالعمل، والحمد لله يعني راح يسهل أمور كثيرة لتحسين الواقع الناس المصابين أو غير المصابين بالأمراض غير المعدية. وأكيد يعني إن شاء الله المستقبل باهر، وإن شاء الله المستقبل بألف خير إن شاء الله. الله يسلمك دكتور كاظم العبادي أخصائي أول الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. الحقيقة يعني احنا سعداء جدا بوجودك معنا اليوم في هذا البرنامج الحيوي، برنامج صحة وسعادة، وشاكرين لك ونتمنى لكم دائما دكتور أنت وفريق عملك المبدع على خدماتكم المميزة اللي تقدمونها لمتعاملين هيئة الصحة بدبي. كل الشكر والتقدير لك دكتور. كل الشكر، شكرا جزيلا، الله يوفقكم يا رب. تسلم. شكرا دكتور. ومستمعينا ومتابعينا من بعد فقرة الصحة العامة وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن حلقتنا اليوم قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو دائما نحن نقول مستمعينا ومتابعينا بأن نهج ورسالة هيئة الصحة بدبي هو نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل معي اليوم، كان في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة نجاة السويدي، ودائما مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وكل الشكر والتقدير أيضا للأخت الفاضلة آمنة العلي، أبدعت اليوم آمنة وكل يوم على تقديمها ومشاركتها في تقديم برنامجنا لهذا اليوم. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، ودمتم بصحة وسعادة وإجازة سعيدة للجميع. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.